أهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة أهل الإسلام في كل مكان، الحمد لله الذي أظلنا وأظلكم بشهر رمضان، شهر الصيام والقيام والقرآن والصدقة والدعاء، شهر القربات، شهر المغفرة والرحمة. أسأل الله عز وجل الذي بلغنا وإياكم رمضان أن يعيننا وإياكم فيه على الصيام والصلاة والقرآن، ونسأله تعالى أن يجعلنا من أهل مغفرته ومن أهل رحمته، وأن يجعلنا وإياكم من أهل العتق من النار. بارك الله لكم في رمضان، وجعلنا وإياكم من عتقائه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. رمضان أهلاً.